الحزب الأقوى وإن الحزب اللي فعلا بيحب البلد دي من قلبه إنه هو اللي يكسب، هو اللي يفوز، بعيد بقى عن الناس اللي قرفت البلد السنين اللي فاتت دي كلها. يعني مش عايز أي حزب يفوز لأن هم قدروا يمثلوش الشعب أساسا، كله حزب وطني قديم وكلها ناس مصالح وخلاص. مفيش أحزاب، مفيش حد قوي، حتى الوفد مش قوي ومحدش يديله لأنه أصلا ما عادش فيه ثقة وكلهم خلافات وكلهم بتاع. مش عارف لسه الأحزاب نازلة إيه الصراحة، يعني ما عنديش ثقافة الأحزاب دي لسه، بس يعني سما مصري نازلة ومش عارف إيه، في موضوع شكله عك وهكس. اللي بيحب البلد هو اللي يفوز، اللي يخدم البلد هو اللي يفوز، هو اللي يمشي، إنما غير كده لا، حزب ورشاوي والكلام الفاضي ده كله مش عايزين، مش عايزين نرجع لأيام زمان، عايزين نمشي البلد كل واحد بيحب مصر يقعد في مصر هو اللي يخدمها. أولا أنا مش متابع الأحزاب خالص، معرفش إيه الأحزاب اللي هتخش الانتخابات. ثانيا ما يهمنيش لان انا مش حاسس دلوقتي ان ليا اي دور سياسي في البلد. اللي معاه فلوس هو اللي هيبقى ظاهر، هياخدوا منهم اسم وخلاص، وبرده من الناس معظمها مش هتنزل ترشح لان برده ما فيش ثقه في حد، مش لان هي مش عايزه تنزل، لان ما فيش ثقه في حد معين، فاللي معروف هيلم شويه اللي حواليه او مجموعه الناس اللي هيقدر يلمهم باي طريقه من الطرق سواء فلوس او اي حاجه وهيدخل. ومواصل البلد البلد من الاحزاب، الاحزاب والحركات كلها اللي اتعملت كلها هي اللي فسدت البلد. عايزين نبقى شعب مصري بس هو اللي يفوز. هو في حزب غير المصريين الاحرار لغايه دلوقتي اللي عمال يصرفوا ملايين في كل الدوائر حاجه عشان يساعدوا الشعب؟ هم عمالين يصرفوا من جيبهم عشان يساعدوا الشعب ومصر تبقى حلوه زي ما بيقولوا.